يسعدنا إجراء هذا اللقاء مع دكتور محمد معيط وزير المالية المصري. دكتور معيط، بعد الترحيب بحضرتك، هناك توجيهات كبيرة من القيادة السياسية على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان. حضرتك كان لكم تصريح في 11 أبريل 2021 أنه مستعدون لتقديم كل الدعم لأشقائنا السودانيين. حجم هذا الدعم يا فندم وتأثيره على قدرة النظام المالي في السودان، خاصة لنجاح المرحلة انتقالية في السودان؟ يعني هو بالتأكيد ده استراتيجية الدولة، السيد الرئيس والدولة المصرية متبنية تسخير كل الإمكانيات في الدولة المصرية لدعم أشقائنا في السودان. المرحلة اللي بيمروا بيها بتتطلب تكاتفنا معهم، خاصة وأنه عودة السودان للمجتمع الدولي والتعامل مع المديونيات الكبيرة للسودان مع المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي. فإحنا بدأنا بتدعيم طلب السودان في صندوق النقد الدولي بإسقاط أعباء الديون وجزء من الديون من خلال الاحتياطيات المخصصة للتعامل مع الديون المشكوك في تحصيلها، واللي برضو مصر لها نصيب في هذه الاحتياطات بالتنازل عن نصيب مصر في هذا. تم توجيه أنا و وسيادة الفريق كامل، احنا رحنا السودان قبل بداية شهر رمضان الكريم وتبحثنا هناك وتكلمنا مع زملائنا الوزراء في الحكومة السودانية وقابلنا دولة رئيس الوزراء على أساس ان احنا نشوف كل الطلبات، الدعم الفني، اللجان المشتركة، المشروعات المشتركة. وبالفعل يعني بالنسبة لي قابلت مع كل وزراء المجموعة الاقتصادية على رأسهم الدكتور جبريل وزير المالية، واتفقنا على نقل خبراتنا في مجال الإصلاح الاقتصادي، في مجال ما يتم من إصلاحات في الجمارك المصرية، في الضرائب المصرية، في المالية العامة. واتفقنا على أنه هيبقى في بروتوكولات تعاون وتسخير لكل إمكانيات مصر في المجالات ديت في هذا الإطار. أيضا معالي وزير النقل اتفق على مجموعة من المشروعات المشتركة لتسهيل حركة التجارة وحركة النقل بين مصر والسودان. احنا موجودين النهاردة وسيادة الرئيس حرص انه يتواجد بنفسه في مؤتمر دعم السودان. السودان يعني في مرحلة تحول ضخمة جدا في المجال الاقتصادي وفي مجال الإصلاح الاقتصادي، بتتطلب ان يعني المجتمع الدولي يكون متفهم لدوت ويكون داعم لدوت. وانا اعتقد النهاردة المؤتمر كله مستهدف كل اوجه اللي نقدر ان احنا يعني يتم تقديمها للاشقاء في السودان في هذا المجال. وان شاء الله باذن الله يعني اشقائنا في السودان ينجحوا في ان هم يعبروا ببلدهم بهذه المرحله، ودايما هيلاقونا جنبهم وفي ظهرهم داعمين بكل امكانياتنا لحد ما يعبروا هذه المرحله الصعبه.